بأساتذتها، بإدارتها، جامعة للجميع، مفتوحة للجميع وتتعاون مع الجميع، وهي على استعداد. الفعالية هي ورشة عمل أو مهرجان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ينظم بين كلية الحقوق في جامعة الخليل وجمعية شبه المسيحية، والهدف منها مطالبة الجهات الرسمية الفلسطينية أن تلتزم بأحكام قانون الإعاقة الفلسطيني وأن تلتزم بأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن على فلسطين الآن التزام ابتداء من 1/4/2014 فلسطين أصبحت ملزمة بأحكام اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة. هنالك قانون جيد، اتفاقية جيدة، ولكن على أرض الواقع لا يوجد التزام حقيقي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في تجهيز البنايات بالمصاعد الكافية أو مواقف السيارات أو الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة. تقام هذه الفعالية بالتعاون مع جامعة الخليل كلية الحقوق وبالتعاون مع نادي كلية الحقوق الثقافي حول رفع مستوى الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميق الفهم المجتمعي تجاه قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على التهميش والعزل الذي يمارسه الأشخاص في المجتمع وعزل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل سلبي في المجتمع الفلسطيني. صرنا فترة أعضاء نادي كلية الحقوق الثقافي وطلاب من الكلية تطوعوا، توجهنا لجمعية الشبان المسيحيين لحتى نعمل فعالية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولقينا قبول وترحيب من قبل الجمعية. والجندي والفارس والصوات الأذان.